يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة مظهر وستايل اللي بتعرف فيها على جديد الموضة والأزياء. ضيفتنا اليوم حابه تتميز بالعبايه اللي يعني بتلبسها، فعملت لنفسها لاين مختلف زي باقي المصممين والمصممات، بس حنعرف ايش الاختلاف في مسيرتها من يوم بدات لحتى الان. منال محمد مصممه العبايات، حياك الله معنا في ساعة شباب، كيف امورك؟ الحمد لله، الله يسلمك. مستانسه؟ كيف حالكم؟ الحمد الحمد لله، لله. الله شرفتينا منال. الله اكيد، يسلمك، بس بدايه يعني حابين نتعرف، وكانت بدايتك في حبك التميز والابتكار، وانك تكوني متميزه عن الباقيين في العبايه، وكانت بدات فكره عبايه جهينه، فياريت تحدثينا عن هذه الانطلاقه. اول حاجه ستي، انا بدات انه زي اي احد أشتري عباياتي من بوتيكات خاصة، من البازارات اللي كانت بتحصل مؤخرا. ما أحب أشتري من السوق، إنه يعني أريد الموديلات، أيوة، متكررة وكذا، نفس الأشكال نفس فلا كانت تجذبني هذه الألوان، الموديلات الغريبة، الحاجات الغريبة. فمن هنا بدأت إنه يسألوني طيب أنت من فين بتشتريها، أنت بتصمميها؟ فيعني كان السؤال هذا دائما أنسأله، فانه ليه ما ابدا انا التميز هذا، انا ابدا اسويه، انا اظهره بدايه من نفسي يعني. فمن هنا خصوصا يعني الكل، النساء اللي يحبوا التميز. صحيح صحيح. طبعا عندي سؤال جدا مهم، انت تركتي عملك طبعا منال، وهذه خطوه جدا جريئه، خصوصا لما واحد يكون مستقر وفي بدلات وفي وظيفه واضحه وعارفه ايش التاكس اللي عليك، وفي يعني مدير خليني اقول لك بيوجهك، غير انك انت لما تمسكي مشروعك الخاص. بس هل كان السبب انك انت يعني تركك الوظيفه انك بديتي مشروعك؟ هو ما كان السبب الرئيسي، بس هو كان لي يعني كان لي دافع. دور. صحيح، كان لي دور انه انا لازم يعني، انا اول حاجه كانت بيتي وعائلتي كان اهم سبب انه خليني اسيب شغلي. ثاني حاجه انه انا اتفرغ لعملي هذا تفرغ تام، باني لما اسافر اطلع اشوف ايش الحاجات الجديده من ناحيه خامات، من ناحيه موديلات، من ناحيه حتى المنافسات اللي موجودين معايا في نفس الفيلد او في نفس المجال هذا. طب منال، يعني التميز جدا صعب واختياراته اصعب كثير، خصوصا للاشخاص يعني اذا جينا نبحث عن الخامات او الاقمشه، كل شيء موجود هنا، يعني ما حتقدري، صعب حيكون عليك انك تتميزي بشيء فريد مو موجود عند غيرك. فنبى نعرف من فين بتختاري الخامات اللي بتستخدميها لعباياتك. شوفي، صحيح هنا اقول لك في حاجات جدا جميله وجدا حلوه، بس انه كيف تبغى تتميزي عن غيرك؟ من السفر، لما كنا نسافر برا السعوديه، كانت تجذبني هذه الحاجات الغريبه الصغيره، من ناحيه الكلف، من ناحيه الخامات الأقمشة طبعاً. يعني مثلا أنا عشقي لمصر، فاللي جذبني فيها أو اللي معروف فيها أصلا القطن، القطن المصري هذا شيء يعني معروف، ما حد يختلف بالضبط، ما حد يختلف عليه. فالقطن يناسب طبيعة جونا والكلتشر حقنا، نوعا ما بيئتنا. صحيح. سفري مثلا لإيطاليا لكذا سنة ورا بعض خلاني اختار بعض الاقمشه اللي ما حقول لك ما هي موجوده هنا، بس نادره. أيوة. فهناك كان سهل الوصول لها. نادره الوجود ولا نادره الاستخدام؟ نادره الاستخدام في العبايه، في العبايه. أوكي. ايوه، انك انت تدخلها مثلا كمش قطعه كامله، انك انت تدمج ما بين الديزاين. بالضبط. أيوة. في الديزاين نفسه. جميل. فهذا اللي كان يساعد بصراحه انه انا اتميز في القطع. طبعا احنا شايفين كيف تميزت في القطع او في العبايات بشكل عام من خلال الصور اللي انعرضت واللي لسه بتنعرض. البازارات، البازارات من اهم النقاط اللي كثير من الشباب والبنات يعني بيرتكزوا عليها عشان يظهروا نفسهم. يعني هي في الصور العبايات جميله، بس انا ما اعرف على الطبيعه كيف بتكون هذه نفس العبايه اللي انت لابستها. صح؟ صحيح، نفس العبايه اللي لابستها. كيف ردود فعل الناس؟ عبايتك يعني مره شكلها ملفت في الصور، شكلها غريب يعني، حلو الوانها كانت. أيه. غريبه بالنسبه لهم الناس، بس على الطبيعه. أيه. في اللبس كانت شيء ثاني يعني، من جد كان يقول انه واحنا بنقيسها غير واحنا شايفينها. بغض النظر هي حلوه او وحشه، بس في القياس بتفرق تماما، تعطي روح للشخص، تعطي روح للشخص. في ناس تناسبهم وناس لا. صحيح. بس من جد الفيدباك اللي جات منهم، رده الفعل اللي كانت جايه من الناس، ما تتخيلوا قد ايش كانت مفرحتني، سواء بدايه من قرايبي، من صحباتي، حتى من الناس الاغراب اللي كانوا بيزوروا البازار ويشتروا مني انا كاول مره.
ما تتخيلوا قديش كان حافز انه يخليني استمر. اعتقد اكثر حاجه ما ادري اذا توافقين لميا ايش عبايتها تعطي كاركتر للشخص اكثر. هي طبعا اكيد دائما مو بس العبايات اللي انت بتلبسه، اي شيء انت بتلبسه بيعبر عن شخصيتك. تتمنى انك انت يعني ما اقدر ابيع عبايه او اصممها ما اتمنى انه انا البسها، احس انه انا فيها. ودائما كمان الاحظ كثير يعني دحين صار ترند العبايات، صاروا كثير يتميزوا فيها وبالوانها وبتصاميمها وكل واحده فينا. طبيعه بلدنا صحيح. احنا بنتميز بايه؟ ما حنخرج الا واحنا لابسين عبايتنا. صحيح. اوكي صح، محشمه بتقاليد وعادات معينه بس برضه تبقى تبين. لازم يكون في ديزاين، في شكل، في رسمه، في تصميم في العبايه. فبس بسالك منال، يعني بعد كذا هل تطمح الانتشار بعيدا عن البازارات والسوشيال ميديا؟ أكيد طبعا أكيد. يعني أنا أحب أول حاجة أكون متفائلة، أحب أكون طموحة. حسب ميزانيتي اللي أنا عملتها في الأول وتكاليفي اللي أنا عملاها، حبيت أنه أنا أبدأ شوي شوية حبة حبة عشان ما يأثر هذا الشيء على أنه أنا أرفع سعر عبايتي على طول. لو أنا بدي أشتري أو يكون عندي بوتيك الخاص أو معرضي الخاص، حضطر أرفع عباياتي، حامل كوليكشنز ورا بعض. صحيح أنا بعمل كوليكشنز دورية ما بين 3-4 في السنة، بس برضو أنا عملها بطريقة مدروسة أنه أمشيها حبة حبة، حشوف اللي حوالي إيش بيسوي، تخلي بالك المنافسين. طبعا بإذن الله أنه في بالي هذا الشيء أنه يكون خاص. البوتيك الخاص بإذن الله إن شاء الله. شاء الله. بس يعني الموضوع خلينا نكون صريحين كمان منال، يعني ما عاد صار سهل مسألة أني أنا بكون مصمم وريا لاين الخاص اللي أتميز فيه. كثير من المصممات الآن موجودات على الساحة، ويعني المنافسة شرسة، خليني كمان أوصفها بشرسة، لأنه فعليا صار كثير منهم كل واحد بيظهر وإيش يعني صاروا يختاروا الخامات اللي 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 الأرخص سعرا والأمور اللي هي تتناسب مع البيئة أكثر، ويحاولوا أن هم ما يبيعوا بشيء غالي. فأنت كيف بتحاولي تدخلي في وسط هذا التنافس والتحدي؟ صحيح أكيد أنا عندي نفس التفكير أكيد. عندي الجودة تكون عالية بتكاليف معقولة، زي ما قلت أنه أنا ما أحب أثر على أنه أرفع سعر عبايتي بأنه أزيد تكاليفي. فخطتي الجاية إن شاء الله بإذن الله إني يكون الخامات اللي أنا كنت بأشتريها من برا أو الكلف اللي بأشتريها من برا، حابة أنه أنا أحط لمساتي الخاصة حقتي أنا. أيوة. إنه أنا أتدخل بعد كده إنه كيف تتصنع هذه الكلفة بالضبط. يعني إنه يعني في مصانع كثيرة سواء كان في مصر أو في الهند أو في الصين جودتها جدا عالية وبتعطيك فينيشنج رائع، الكواليتي حقتها جودتها جدا جميلة، وأسعارها معقولة في متناول الجميع. هذا اللي أنا هذا تفكيري إنه ما أبغى أعلي سعر عبايتي، أبغاها تكون الكل لابسها، اسم عباية جهينة يكون موجود في الماركت. فحاب إنه يكون ان شاء الله باذن الله خامتي انا كلفتي انا ايوه بديزايني ان شاء الله. اكيد المصمم منال محمد، شكرا لتواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، واكيد اتمنى لك كل التوفيق. امين يا رب الجميع باذن الله. عجبتني روحك القويه والايجابيه، الله يقويك ويوفقك. امين الجميع. اللهم امين. والشيء الاجمل الان صار عندنا وعي كمستخدمين وكناس بتشتري انه ترى مو لازم يكون الشيء غالي عشان نقدر نلبسه، او لازم يكون بالشكل المعين عشان يكون فخم. لا، صار الان نقدر الواحد عنده عقل. في ناس ما يشتروا ما يلبسوا اذا كان الشيء الغالي، مو شرط يكون حلو مو حلو، اهم شيء هو غالي. لا، راح نلبسه. مشكله عويصه. المشاكل موجوده في حياتنا، حنشوف حلولها كلها فقره السوالف والاخبار، ونعرف ايش اللي حاصل في البلد وبرضه في العالم بشكل عام. راجعين. يعطيك العافيه.